أشواط مساء هذا اليوم وبداية الجولة الثانية، انطلاقة سليمة كما يتمناها الجميع، وهو شوط خاص بالإذاعة البكار المحليات الأصايل. انطلاقة سليمة، نسير بالصدارة، نتابع بداية هذا الشوط، نتابع المقدمة، وأرى الحذرة، أرى الحذرة من انطلقة بناموس هذا الشوط بهذا الشعار، شعار هزن الرئاسة، وبقيادة الجري سعيد بن حمد بن دري الفلاحي. نتابع المركز الثاني كي أرى العزرة تنطلق مع المركز الثاني، أتابع الهجن العاصفة وبقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير. نتابع المركز الثالث، نتابع المركز الثالث، وأرى منصورة، المركز الثالث مشاهدينا متابعينا الكرام، منصورة لاسم الشيخ حمدان بن محمد برايد المكتوم عبيد بن محمد بالضبيعة في عملية التضمير والتدريب. نتابع المركز الرابع كي أرى الحذرة أيضا تتسلل في هذه اللحظات وتنطلق مع المركز الرابع بشعار سمو الشيخ حمدان برايد المكتوم عبد الله بن ثعيل بن هايري، مضمرها الهباب مع المركز الخامس بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وسعيد بن سالم الينيبي. من يتابع انطلاقة الهباب مع المركز الخامس، سادس التحديات، القدوم من شواهين، التابع الهجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير، ومع المركز السابع، المركز السابع التسلل من سلهودة بشعار سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن رايد المكتوم بن راشد المكتوم السعيد بن سالم الينيبي. من يتابع، من يعلن هذا الانطلاق المثير، ومع المركز الثالث، مع المركز الثالث منصورة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم عبيد بن محمد بالضبيعة. من يعلن هذا الانطلاق مع المركز الثاني، والعزرة تأتي ثالثا التابعة لهجن العاصفة يقودها الواثق حمد بن راشد بن غدير. ولكن نعود مع الصدارة، نتابع، نتابع الهباب، نتابع الهباب اللي انطلقت بالصدارة، انطلقت بالمقدمة، اندفعت بناموس هذا الشوط. يا سلام، تهانينا، تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن رايد المكتوم، والتهاني، التهاني أيضا لسعيد بن سالم الينيبي أبو أحمد. من يتابع انطلاقة الهباب وهي متوجهة إلى الهباب مباشرة في اللحظات الأخيرة في الأمتار النهائية بدون أي منافس، بدون أي منافس. تهانينا، تهانينا لأبو راشد سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم على فوز الهباب بالمركز الأول، والتهاني لسعيد بن سالم الينيبي. هذه لحظات وصول الهباب إلى خط النهاية، بينما اللي وصلت مع المركز الثاني منصورة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن المكتوم، المركز الثالث مياسر لسمو الشيخ زايد بالمر المكتوم المكتوم، المركز الرابع الحذرة لسمو الشيخ حمدان رايد المكتوم، المركز الخامس العزرة من هجن العاصفة. هذه نتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للخمس المراكز الأولى. نعود مع التوقيت الزمني ولحظات وصول الهباب، 9:25 وجزء واحد من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ حمدان رايد المكتوم، والتهاني لسعيد بن سالم الينيبي. التوقيت الأفضل والأجمل حتى هذه اللحظات في هذه الأمسية التراثية الجميلة، بينما اللي وصلت مع المركز الثاني. نتابع القدوم من منصورة، 9:28 وست أجزاء من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم، والتهاني لعبيد بن محمد بالضبيعة. واللي وصلت مع المركز الثالث مياسة، 9:28 ثمان أجزاء من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ زايد بن مر بن مكتوم المكتوم، والتهاني لحمد بن علي العويسي. تتواصل انطلاقات أشواط مساء هذا اليوم في هذه التحديات وهذه الانطلاقات.